السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي بكل خير، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله. معكم معلمتكم منال صالح الغريب، معلمة للمرحلة التأهيلية لطلابي وطالباتي المبدعين في الصف الثاني تأهيلي. فأهلاً وسهلاً بكم أبنائي وبناتي معنا في مادة مهارات رقمية للفصل الدراسي الثاني، معي في درسنا مصادر المعلومات على الإنترنت. في البداية أحب أن أذكركم بالتعليمات التي علينا اتباعها والقوانين التي اتفقنا على أن نضعها حتى يمكننا الاستفادة من دروس عين. أولاً أبنائي وبناتي، ماذا علينا؟ أحسنتم، اختر مكان مناسب للتعلم، يكون بعيد عن الضجيج، بعيدا عن التجمعات، اجلس جلسة صحيحة مناسبة أثناء استخدامي لجهاز حاسب الآلي حتى أحافظ على جسمي سليما دون أن يتأذى، تكون لدي معرفة مسبقة بجدولي وأوقات التعلم المباشر سواء على منصة مدرستي أو عبر قنوات عين التعليمية. بعد ذلك أبنائي وبناتي، بناء على معرفتي بالجدول فأبدأ بتجهيز كتابي المدرسي، أدواتي التي أحتاجها. الآن الجميع يعلم أن لدي مادة مهارات رقمية. قبل أن نبدأ بعرض الدرس عليكم تجهيز جهاز الحاسب الآلي، إيصاله بالإنترنت، وضعه في وضع التشغيل، كذلك يمكنكم استخدام جهاز اللوحي أو الهاتف المحمول التي نستطيع من خلالها الاتصال بالإنترنت. بعد ذلك أبنائي وبناتي، أستمع إلى درسي بتركيز، أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص له. أحب أن أوجه رسالة من خلالكم إلى أولياء الأمور، نطلب منهم متابعتكم، تقديم الدعم لكم، تشجيعكم على تطوير مهاراتكم الرقمية، كذلك مشاهدتكم أثناء متابعتكم أثناء مشاهدة أو أثناء فترة البث. عنوان درسي هو مصادر المعلومات على الإنترنت. هدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على استخدام محركات البحث. أهدافي التدريسية الذي أسعى معكم إلى تحقيقها، أولاً أن يذكر الطالب والطالبة مصدر الحصول على المعلومات من الإنترنت، ثانياً أن يذكر الطالب والطالبة كيف يتجنب الحصول على المعلومات الغير موثوقة، ثالثاً أن يعدد الطالب والطالبة أنواع امتداد عنوان الصفحات الموثوقة، رابعاً أن يصنف الطالب والطالبة العنوان حسب امتداد هذا العنوان، خامساً أن يذكر الطالب والطالبة كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية واحترامها عبر الإنترنت. طرق الحصول على المعلومات في عالمنا. نحن إذا أردنا الحصول على معلومة، مثلاً إذا أردت أنا وأنتم أن نتعرف على حيوان الكانغر، أين يعيش هذا الحيوان وكيف يتكاثر وما هي البيئة المناسبة له، بالطبيعي أننا نبدأ نبحث عن ماذا؟ عن هذه المعلومات في كتب خاصة بالحيوانات، ونبدأ نبحث عنها اسم هذا الحيوان داخل هذه الكتب ونبدأ نجمع منها. لاحظوا أن الموضوع يتطلب بحث وقت طويل حيث أني أستطيع الاطلاع على جميع الكتب التي تخص هذه المعلومات التي أنا أريد البحث عنها. بعد ذلك أبنائي وبناتي، ممكن أن أذهب إلى المكتبة، مثلا إذا لم تكن متوفرة لدي الكتب في المنزل أو في المدرسة، أذهب إلى المكتبة أو زيارة المكتبة داخل المدرسة أو زيارة المكتبات العامة، وأبدأ أبحث بين الأرفف عن كتب تخص عالم الحيوانات وتتحدث لي فيها عن هذا الحيوان اللي أنا أريد البحث عنه. طيب، ممكن نستفيد إذا كنت ما أقدر أروح للمكتبة ولا عندي كتب، ممكن أنا أخذ المعلومة من الأشخاص من حولي، من معلمتي، من مثلا شخص ثقة، صاحب معلومات، أخي الكبير، أختي الكبيرة، أبي، أمي، هذول أشخاص ممكن ينقلون لي المعلومة. إذا أنا كل ما علي هو أن أبحث عن المعلومة، هذه طرق بحثي عن المعلومة. في وقتنا الحاضر إذا بغيتم تبحثون عن أو أردتم الحصول على معلومة محددة أو معرفة شيء ما، عن ماذا نستخدم غالبا؟ نستخدم الانترنت. احسنتم، اذا الانترنت ممكن يوفر لي هذه الكتب، ممكن انا ازور المكتبات من خلال الانترنت، اتصفح الكتب كذلك. ايضا الانترنت يحوي معلومات، تكون فيه هناك
معلومات محفوظة داخل الإنترنت أستطيع الوصول إليها والاطلاع عليها. طيب الآن أنا علمت أنه يمكنني الدخول إلى الإنترنت والحصول على المعلومات. أنا الكتب هذه تم قراءتها من أشخاص وتم اعتمادها ولا طبعت إلا بعد ما أطلع عليها أشخاص معينين، ولا صرحت بالنشر إلا بعد اطلاع معين، ولا سمحت بالبيع داخل المكتبات إلا بعد يعني مشت بآلية معينة. في العالم الإنترنت ممكن نلاقي فيه معلومات صحيحة غير صحيحة، معلومات موثوقة غير موثوقة، كذلك حتى المواقع تكون بعض المواقع مواقع وهمية فقط لجمع معلومات عنك، تطلب منك تسجيل بياناتك فقط مثلا لتزويدها رقمك مثلا بأصحاب الإعلانات، ينشرون أرقامك، ينشرون بياناتك أو يبيعونها لأشخاص آخرين، أو يقومون هم بسرقة بياناتك. لذلك عند زيارتي لمواقع الإنترنت أكون حذر، مواطن رقمي حذر جدا، بحيث أنه يدخل مواقع موثوقة ويتجنب الدخول للمواقع الغير موثوقة لما لها من أثر وخطورة عليه. إذن لماذا؟ لأنه ممكن تنسرق معلوماته، ممكن يحصلون على يسرقون بياناته، ممكن يقومون بنشرها كذلك. طيب هناك من يسأل ماذا تعني معلومات موثوقة؟ المعلومات الموثوقة هي الموجودة في مواقع رسمية ومعتمدة. لماذا هم يمرون بمراحل ما يأخذون أي معلومة ينشرونها، أو ما ينشرون معلومات لغرض إنشار الفتن، وإنما تكون هذه المعلومات في مواقع رسمية، مواقع تم التأكد من صحتها، تم التأكيد على مناسبتها للفئة العمرية. لذلك أبنائي وبناتي دائما نبحث مواقع رسمية ومعتمدة، لأني أعرف أن حصولي على المعلومات هذه راح يكون مناسب لعمري، حصولي على هذا دخولي الموقع هذا لن يعرضني للخطر. أيضا أبنائي وبناتي المواقع المعتمدة هي هذا زي التأكيد على أنه جميع ما محتوياتها صالحة ومناسبة كذلك ومضمونة بإذن الله. طيب أنا الآن عرفت كيف أدخل المواقع الموثوقة، أنه مواقع تكون رسمية ومعتمدة. طيب ماذا لو قلنا هناك مواقع غير موثوقة؟ كن حذر لا تدخل هذه المواقع. أول ما راح يخطر عليكم أبنائي وبناتي، طيب كيف نتجنبها يا معلمة؟ كيف نحمي أنفسنا من الدخول إلى المواقع هذه الغير موثوقة؟ أولا أبنائي وبناتي دائما ابحثوا عن مواقع رسمية ومعتمدة في الدولة. إذا بحثتوا عن مواقع رسمية مثلا حتى لو كانت يعني المواقع هذه غير مثلا غير ليست من جهة حكومية وإنما من قطاع خاص أو أشخاص معينين، تأكدوا أنها ماذا؟ رسمية أبنائي وبناتي. كيف رسمية؟ يعني هي موثقة ومعتمدة من الجهات. كذلك أبنائي وبناتي تأكدوا من تاريخ نشر المعلومات، وهذه مهمة جدا، على أساس أنه بعض المعلومات أحيانا تنتشر وتصير مثل الإشاعة ويسرع تداولها بين الناس، ونحن نساعد في نشر هذه الإشاعة حتى تحمي نفسك أو تحمي الآخرين من الوقوع في هذا الخطأ. أي معلومة تنشرها تأكد من تاريخ نشر المعلومة، يعني لا تنزل خبر وانت ما شفت أخذت المعلومة من موقع معين حتى لو كان موثوق ولكنه قديم وتبدأ بنشره لأنه موقع موثوق، لا، تأكد من تاريخ نشر هذه المعلومات أبنائي وبناتي. طيب ماذا يمكننا البحث في الإنترنت؟ ماذا يمكننا نبحث في الإنترنت؟ نقدر نبحث عن صور، نقدر نبحث عن مقاطع فيديو، كذلك غيرها من المصادر المتاحة في الإنترنت، برامج، تطبيقات، ألعاب، بطاقات، جميع المصادر اللي يمكنني المتاحة على الإنترنت يمكنني أن أصل إليها من خلال البحث. طيب نذكر معا ونقف قليلا، ماذا سنتعلم اليوم أبنائي وبناتي، أو ماذا سنتعلم في درسنا هذا؟ سنتعلم في هذا الدرس أبنائي وبناتي ماذا؟ الدخول واستخدام محركات البحث والوصول إلى مواقع رسمية. لاحظوا معي هنا، هذا الآن محرك البحث، صفحة محرك البحث، كتبت في محرك البحث وزارة ماذا؟ التعليم. دخلنا هنا إلى وزارة التعليم، تأكدنا منها ماذا؟ أن موقع هذا رسمي ومعتمد. لاحظتم أبنائي وبناتي كيف؟ أنه هذا موقع رسمي ومعتمد. أيضا هنا لاحظوا هنا امتداد الموقع أو الرابط هنا أبنائي وبناتي أو العنوان، لاحظوا ينتهي بـ gov خلاص؟ sa ca. طيب
أبنائي وبناتي لاحظوا نفس الشيء هنا في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، هذا موقع رسمي ومعتمد، لاحظوا ينتهي أخيرا بي جي أو في أيضا سي أي. نفس الشيء وزارة الصحة السعودية، هذا امتداد الموقع، لاحظوا ينتهي بماذا؟ جي أو في بعدين آخر شيء أبنائي وبناتي سي أي. سي أي ترمز على أنه المملكة العربية السعودية. بس لاحظوا كل هذه ماذا؟ النفاذ الوطني أيضا يحتوي على جي أو في. هذه أبنائي وبناتي ماذا تعني باعتقادكم؟ هذا أي موقع إلكتروني أو عنوان يحتوي على جي أو في معناتها موقع إلكتروني حكومي. إذا شفتوا هذه تأكدوا أن هذا الموقع رسمي ومعتمد. ممكن نسأل كيف نتأكد أن هذا موقع رسمي؟ خلاص إذا شفتوا فيه جي أو في اللي هو جوف، تأكدوا أنه موقع رسمي ومعتمد أبنائي وبناتي، لأن ماذا؟ هذا دلالة أنه موقع إلكتروني حكومي أبنائي وبناتي. وصلت معكم إلى نهاية الدرس. ابحثوا عن مواقع رسمية وتأكدوا، مثلا اكتبوا مواقع معروفة مثلا وزارة التعليم، وزارة الصحة، وقارنوا بينها وبين مواقع أخرى غير رسمية وغير معتمدة. سأطلب منكم أبنائي وبناتي بعد الانتهاء من استخدام جهاز الحاسب الآلي أن أغلق الحاسب الآلي بعد الانتهاء منه حفاظا عليه فترة أطول. ألقاكم على خير وأستودعكم الرحمن، ومعكم معلمتكم منال صالح الغريب.